اهلا بحضراتكم من جديد. لسه مكملين مع حضراتكم بشان اتحاد الكوره، لكن المره دي بشان الخطاب اللي محدش يعرف عنه حاجه، الخطاب اللي لسه مصر كلها بتدور عليه. سياده الوزير اشرف صبحي ارسل لجنه، او دلوقتي شكل لجنه بقى لها كام يوم شغاله، راحت اتحاد الكوره والنهارده كانت موجوده في النادي الاهلي بتدرس الامر، عشان الامر كله هيرفع الى سياده الوزير وهيكون في قرارات خلال 48 ساعه. هنسمع قرارات بشأن هذا الخطاب. نروح أكتر للصورة ونتعرف عليها أكتر من خلال الأستاذ محمود شوي الناقد الرياضي والصحفي الكبير. تحياتي ليك يا أستاذ محمود. أنا ليك يا كابتن أسامة، تحياتي لحضرتك كل السادة المشاهدين. آخر المعلومات بشأن لجنة التحقيقات بشأن النهائي الأفريقي. بص يا كابتن، لازم نرجع للوراء قليلا عشان بس نذكر الناس بتفاصيل الخطاب وتفاصيل اللجنة اللي تم تشكيلها من قبل الوزير اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه في 7 يونيو اللي فات يا كابتن، يعني من 14 يعني من حوالي اسبوع تقريبا. وزير الرياضه شكل لجنه قانونيه عليا تضم المستشار طارق ابو زيد والمستشار ضياء الدرجالي والمستشار محمد دياب، والمستشار محمد دياب هو المستشار القانوني الحالي للوزير، الى جانب مدير الشؤون القانونيه بالوزاره ومدير الهيئات ومدير الرقابه والمعايير، للتحقيق في ملف خطاب الكاف بشأن تنظيم نهائي دوري ابطال افريقيا، وطبعا اللي ظلم الاهلي وظلم مصر قبل الاهلي كمان. طبعا انت عارف ان موضوع الخطاب اللي ارسله اتحاد الكره يا كابتن اسامه للوزاره كان يتضمن 5 بطولات بس، وتجاهل يعني الاشاره من قريب او من بعيد لنهائي دوري ابطال افريقيا. مع ان الغريبه يا استاذ محمود في الخطاب اللي تم ارساله من الاتحاد الافريقي للاتحاد المصري كان اول بند رقم 1 بطولة دوري ابطال افريقيا. بالظبط. يعني انت عارف لو البند الاخير واحد مثلا زي ما بقول لك هز الورقه كده ووقع هقول لك ماشي. لا هو اما ده اول ورقه، يعني لو جبنا يعني لو جبنا واحد كفيف هيقرا اول بند. لا هو ما وقعش من الخطاب طبعا، هو تم تجاهله عن عمد. تم ارسال خطاب ب5 بنود ب5 بطولات. وتم تجاهل نهائي دوري ابطال افريقيا بشكل واضح ومتعمد. خلال الايام الاخيره يا كابتن اسامه اللجنه القانونيه العليا دي بشرت عملها بالتحقيق، يعني بتوجيهات من المدير اشرف صبحي انه ما يتمش ترك صغيره او كبيره الا بالتحقيق فيها. اخر زياره لمقر اتحاد الكوره كانت امبارح. يعني انا بقول لك معلومات اخيره في هذا الملف، انه امبارح اللجنه انتهت من عملها داخل مقر اتحاد الكوره بالجبليه. تمام. انتهت من التحقيق في تمام الساعه 4 عصرا تقريبا. واللجنه اطلعت على كل المستندات ومحاضر مجلس الاداره والمخاطبات الصادرة والوردة من وإلى الاتحاد. هل شافت الأوراق فقط ولا استمعت لأقوال موظفين داخل الاتحاد؟ تم الاستماع لأقوال السيد وليد العطار المدير التنفيذي. أيوه. وبعض الموظفين والمسؤولين داخل مبنى الجبلاية. كويس. وكمان اللجنة اطلعت على الإيميلات. ما اكتفتش بالأوراق المطبوعة، خلي بالك يا كابتن أسامة. اطلعت على الإيميلات بشكل واضح جدا. وما علمته يا كابتن أسامة إنه اللجنه انتهت من تقريرها المطول اللي وصل تقريبا الى 8 أو 9 ورقات، كتبت ملاحظات مهمه جدا تدين بشكل واضح اتحاد الكوره وخاصه المدير التنفيذي السيد وليد العطار. انا بقول لحضرتك معلومات مؤكده. عايز اسالك سؤال يا استاذ محمود قبل ما تروح للنقطه الثانيه. هل النهارده الايميل الخاص بالاتحاد المصري، الاتحاد المصري ليه ايميل خاص بيه بيتم عليه المراسلات، ولا هل هناك ايميل شخصي فقط لاحد الموظفين داخل الاتحاد؟ طب كويس انت حضرتك سالت السؤال ده. انا كان ممكن نقول معلومه يعني مش كتير يعرفها، انه كان حصل خلاف من فتره طويله ما بين السيد جمال علام والسيد وليد العطار، وكان حتى سحب منه الايميل بتاع الاتحاد وخلاه معاه يوم او يومين ورجعه له تاني. مش دي قصتنا؟ القصه انه للاسف اتحاد الكورة بيدار عبر ايميل. صحيح هو ايميل رسمي، ايميل رسمي معتمد لدى الفيفا ولدى الكاف، لكنه مش ايميل مؤسسي. يعني ايه الكلام ده؟ الايميل المؤسسي انت عارف لو وزارة او هيئة او يعني ممكن يبقى org.eg او المؤسسة نفسها، او انه الادمن عليه بيبقى مثلا عبارة عن 5 أو أكثر المسؤولين في الاتحاد. لا، الايميل بتاع اتحاد الكورة مسؤول عنه فقط السيد وليد العطار المدير التنفيذي واحد الموظفين المعاونين له. وهذا خطا طبعا. استاذ وليد يعني العطار لو حصل له حاجه، لو حصل له اي ظرف النهارده
اعضاء مجلس الاتحاد ما يعرفوش الاخر المستجدات. وده اللي حصل يعني. لو لا قدر الله الاستاذ وليد حصل له اي وعكه من اي نوع وما فتحش الايميل مثلا ثلاث ايام ورا بعض ممكن يوصل ايميل من الكاف او الفيفا بامر خطير لا يتم الاطلاع عليه. وارجو من خلالك ان يتم مراجعه الامر وان احنا نشتغل بايميل مؤسسي يطلع عليه اكتر من فرد واكتر من مسؤول داخل الاتحاد. طب ابرز النقاط اللي توصلت ليها اللجنه يا استاذ محمود يعني من خلال التحقيق في اتحاد الكره المصري؟ شوف يا كابتن اسامه الموضوع واضح. اصل انت بتتكلمش في قضيه جنائيه فيها قاتل ومقتول وشهود وسلاح الجريمه. الموضوع واضح خالص. انت لماذا لم ترسل خطابا للوزاره يفيد بتنظيم نهائي دوري ابطال افريقيا؟ الاتحاد الافريقي بعت لاتحاد الكره المصري؟ نعم. الامور واضحه وبالتالي الادانه واضحه. انا بكلم وبعد الاستماع لكافه اقوال الموظفين والاطلاع على كافه المستندات والايميلات الصادره الوارده من الاتحاد الافريقي والايميلات الصادره من الاتحاد المصري ردا عليها والخطوات الصادره الى النادي الاهلي فيما بعد ثم الصادره الى وزاره الشباب والرياضه كلها تثبت بما لا يدعم مجالا للشك ان الاهلي تعرض لظلم والاتحاد الكره كان مقصر في هذا الملف. لاستكمال برضو الامور كامله لان انت عارف اللجنه القانونيه احنا في الاعلام طبعا بنتكلم ونجيب معلومات لكن اللجنه القانونيه عايزه اوراق. فالنهارده اللجنه القانونيه استكملت اوراقها عن طريق النادي الاهلي تم ارسال وفد من كانت موجوده النهارده في النادي الاهلي كانت موجوده النهارده ظهر اليوم الساعه 1 تقريبا واطلعت على بعض المستندات الواضحه بالنسبه للنادي الاهلي لان النادي الاهلي هو متضرر من الامر واطلعت على كافه الاوراق اللازمه يتم اضافتها للمستندات الموجوده معاها بقى لها اكثر من 5 ايام دلوقتي والامور اصبحت واضحه بالنسبه لهم. عاوز بس يا كابتن اسامه انا انوه لنقطه مهمه. طب قبل ما تنوه بس عايز اسالك سؤال بشان اللجنه لما راحت اتحاد الكوره وفتحت التحقيق، هل النهارده تطرقت لبعض الامور الماليه؟ أيوة بعد ما استمعنا النهارده لحديث رئيس اللجنه السابقه والاستاذ جمال علام وفي مديونيات على اتحاد الكره 600 ما يقرب من 600 مليون، هل تطرقت بشان الامور الماليه ولا لا؟ ده يا كابتن اسامه كنت عاوز اتكلم فيه فعلا. اللجنه خلال عملها داخل مقر اتحاد الكوره جالها توجيه من وزير الشباب والرياضه بضروره فتح تحقيق عاجل فيما جاء على لسان السيد جمال علام في تصريحات تلفزيونيه واشتباكه على الهواء مع السيد احمد مجاهد الرئيس السابق للجنه الثلاثيه الذي كانت تدير اتحاد الكوره والتي ذكر خلالها باللفظ وقال تقريبا كده باللفظ ان الاتحاد فيه بلاوي. على فكره هو اللي قال يعني هو الراجل اللي بيقوله بيؤكد ان الاتحاد مليء بالبلاوي وانه اي لجنه تفتيش لو حضرت الى مبنى الاتحاد هتلاقي حاجات كتير جدا ومخالفات كتير ومن ثم اللجنه بشرت التحقيق في هذا الملف واستعانت ببعض قيادات الوزاره في الرقابه والمعايير والاداره الماليه لفحص كل مستندات الماليه التي تخص اتحاد الكره في اخر 4 سنوات او 3 سنوات وشويه. اذا التحقيق ما كانش بشان الخطاب فقط ايضا شمل امور ماليه. لا لازم نفصل هنا. اللجنه القانونيه العليا اللي تم تشكيلها كانت هدفها الاول هو الخطاب ثم انضم اليها بعد كده وانضم اليها عناصر اخرى لتحقيق الامور الماليه. لكن يا كابتن اسامه هل سيتم الربط ما بين الاثنين؟ خلينا نقول برضو معلومه بسيطه انه يعني سالت حتى النهارده عدد كبير جدا من مسؤولين وزاره الشباب والرياضه ان الوزاره بصدد يعني الانتهاء من كافه التقارير الخاصه بالتحقيق غدا الاربعاء ومن ثم اعلان نتائج التحقيق في ملف نهائي دوري ابطال افريقيا الخميس بعد اعتماد الوزير او الاحد على اقصى تقدير. يعني الخميس القادم او الاحد هيتم الاعلان عن كافه النتائج بعد التحقيقات. اما فيما يخص الامور الماليه قد تتعطل شويه لان انت عارف يا كابتن اسامه ان الامور الماليه بتبقى يعني كبيره ومتشعبه. احنا اللي يهمنا بشان النادي الاهلي هو الخطاب بشان النهائي الافريقي ده اللي يخصنا عشان كده في حقوق النادي الاهلي فصل ما بين الاثنين يعني. طب عايز اسالك سؤال ثاني يا استاذ محمود كنت سمعت ليك راي سابق بعد انتخاب وكنت سمعت ليك مداخله في احدى القنوات الفضائيه بعد انتخاب اتحاد الكره المصري وانا لسه عارض منذ قليل يعني القائمه الثانيه كان ليك راي وقتها وقلت ان احد الساده اعضاء اتحاد الكره هم اللي كان ليهم الايد في تشكيل هذه القائمه. لا هم اللي شكلوها فعلا. احنا امام وقائع يا كابتن واثبتت الايام صحتها.
هم اللي شكلوا لجنه القائمه الثانيه، وهم اللي واحنا مش ضد اي حاجه عملوها خلاص اللي فات مات، بس هم يعني ما اثبتوش وجودهم خلال الفتره اللي مسكوا فيها. دي نقطه مهمه جدا. النقطه الثانيه ان احنا كمصريين او متابعين للوسط الرياضي او حتى متخصصين، احنا نشعر بالحزن والاسى ان الكوادر بتاعتنا بقت بالمنظر ده. ده رقم واحد. رقم اثنين، من الضروري جدا جدا اجراء انتخابات محترمه في اهم اتحاد في افريقيا تقريبا، الاتحاد المؤسس حقيقة. اللي بيحتفل بالمئويه بتاعته السنه اللي فاتت ومحدش احتفل بيها بالمناسبه. كل ده كان يدعونا الى فتح ملف مهم اللي هو ملف الانتخابات داخل الاتحاد الكوره. بالمناسبه اتحاد الكوره الحالي مجلسه الحالي يضم بعض العناصر المحترمه وناس لا غبار عليهم، ولكن الطريقه اللي جم بيها ما كانتش مناسبه، الاداء بتاعهم ما كانش مناسب. اعتقد ان هم في اختبار قاسي جدا في الايام الحاليه، وما سمعته اليوم على استقاله المجلس. لكن انا كنت يعني منذ قليل كنت داخل مقر وزاره الشباب والرياضه، ولم يصل الى 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 المكتب الوزير اي استقاله من مجلس اداره اتحاد الكره باي حال من الاحوال. قد تكون هناك استقاله بكره ولا بعده ولا اي وقت، قد يكون ذلك، ولكن حتى اللحظه اللي بكلم حضرتك فيها لم يستقيل مجلس اداره اتحاد الكره الحالي برئاسه السيد جمال علام. وما علمته ان وزير الشباب والرياضه سيعقد اجتماع هام في كل الحالات مع المجلس في حاله استقالته، هيستقبلهم لتسلم الاستقاله، وفي حاله عدم استقاله المجلس هيعقد معاهم اجتماع لدراسه مستقبل الكوره، في ظل كمان ان هو وزير الشباب والرياضه بالمناسبه كابتن اسامه كان ضد رحيل مثلا واحد زي كروش المدير الفني السابق، وما كانش مرحب بفكره تولي ايهاب جلال المدرب الوطني، وبالتالي سيتم فتح الكثير من الملفات خلال الايام القادمه. واحنا بنتمنى الصالح والافضل للكره المصريه. بنشكرك شكرا جزيلا استاذ محمود شوقي الناقد الرياضي والصحفي الكبير. قبل ما اروح لفاصل، كان من الاولى بدل ما الاستاذ جمال علام يسال عندنا دولارات ولا لا عشان يتم اختيار مدير فني، كان ممكن يعمل لجنه فنيه يرأسها الشيخ طه اسماعيل وهو قامه كبيره، كابتن علي ابو جريشه، وكان ممكن يكون موجود كابتن حازم امام وكابتن محمد بركات، وهم اللي يكونوا مختصين باختيار مدير فني. هو ده كان الصح وده كان الافضل. قبل ما نقول عندنا دولارات وما عندناش دولارات، نروح لفاصل، وبعد الفاصل مستمرين مع حضراتكم مره ثانيه.